السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن رؤية العسل الابيض في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني ويشترك واللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة يا حبيبي هنتكلم عن رؤية العسل الابيض. دي من الرؤى المستحبة ومن الرؤى المحمودة، لان العسل دليل على الشفاء ودليل على الرزق ودليل على السعادة ودليل على الهنا ودليل على الذرية ودليل على النجاح. يعني لو واحدة حامل وشافت معاها برطمان عسل او حد بيديها عسل، باذن الله ربنا هيرزقها بولد وهيكون صالح باذن الله. طيب لو ست متزوجة وشافت ان هي بتشتري عسل او معاها عسل، رزق جاي لك وفرحة دخل عليك او اخبار سعيدة هتسمعيها باذن الله، اخبار سارة وسعيدة. ولو بنت مش متزوجة او مش مخطوبة باذن الله وبتشتري عسل او حد اداها عسل، باذن الله خطوبة قريبة او زواج قريب باذن الله، ومن شاب تقي وممكن يكون ذو مكانة عالية، يعني حاجة كبيرة وطيبة، تبقى عشتك يعني عشتك جميلة جدا، حاجة بتتفائلي بها خير. تمام. طيب لو رجل شاف ان هو ماشي او ان هو في السماء بتنطر عليه عسل او هو فيه عسل جاي في بقه، ده رزق ورزق كبير جاي لك، ممكن يكون ميراث، ممكن يكون مشروع وهتفتحه ربنا هيفتح عليك من وسع كبير جدا جدا جدا. تمام. فرؤية العسل يا جماعة مبشرة بالخير. طب لو مريض شاف ان هو بيأكل عسل، شفاه الله وعافاه من هذا المرض، يتفائل خير على طول ان ربنا يشفيه ويعفيه. تمام. طيب لو يعني لو واحد بشايف ان هو بيشتري عسل، ده يعرف على طول ان هو بيعمل مشروع او حاجة، فده رزق ورزق كبير جاي لك، والله اعلى واعلم. وكل رؤية العسل كلها مبشرة بالخير، الا ان العسل لو اتسرق منك او اتكب منك ومعرفتش تلميه، ده بيبقى مال ضاع منك او رزق وحد هياخده منك مش هتعرفي ترجعيه، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. انا قلت الرؤيه دي يا جماعه عشان كتبت لي كتير في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.